بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخي الصائم وأختي الصائمة، كنت في الحلقة التي قبل هذه تحدثت عن البرنامج الذي ينبغي أن يسلكه الصائم في هذا الشهر المبارك الكريم، و بدأت بالانطلاقة الأولى بالنسبة لنهار الصائم، وأن هذه الانطلاقة تنبثق من السحور حين تكون البداية بتوفيق الله تعالى بداية قد تعرض فيها الصائم لنفحات ربه، ثم طلع فجر يومه الذي نوى فيه الصيام، والنية لا بد منها قبيل طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام فلا صيام له. فينطلق أخي الصائم من هذه النية الصالحة ليبدأ فجره المبارك، ثم ينطلق بعد الفجر إلى بيت الله تبارك وتعالى بالنسبة للأخ الصائم، وبالنسبة للأخت المؤمنة الصائمة تنطلق إلى مصلاها في بيتها، قاصدة بذلك أن تصلي الفجر لتدخل في ذمة الله وفي عهده، كما سبق أن ذكرت في إحدى الحلقات. وحين ينطلق المؤمن بعد فجر الله تبارك وتعالى ولا زال ظلام الليل مغطيا، فإن هذه الانطلاقة في هذا الظلام الدامس تساوي النور التام يوم القيامة. فأنت يا أخي حين تنطلق في هذا الظلام تستحضر يوم يقوم الناس لرب العالمين، وتستحضر تلك الكرامة الربانية التي سيمن بها ربنا عليك، حيث سيعطيك النور التام تمشي فيه حيث الناس يحتاجون إلى الأنوار، وكل واحد ممن حضر يوم القيامة يلتمس النور، والمنافقون يلتمسون النور من المؤمنين، وحيث لم يكن لهم نور في الدنيا لم يكن لهم نور يوم القيامة. فأنت الآن وأنت ماشي إلى بيت الله تعالى لتصلي الصبح مع جماعة المسلمين تستحضر نور الله الذي سيكرمك به سبحانه وتعالى يوم القيامة، وسيكون نورك إن شاء الله تاماً كاملاً مصداقاً لقول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذه بشرى لك أيها الأخ الحبيب، وقد انطلقت إلى الله، وقد تسابقت إلى بيت الله مع المتسابقين، وأنت تستحضر هذه الصورة الجميلة وهذا النور الكريم الذي سيكرمك الله به يوم القيامة.
بداية مشرقة تدل بتوفيق الله تبارك وتعالى على أن ما سيتلوها من الخطوات في يومك وفي أيامك هاته المقبلة خطوات سترقى بك وستمضي بك إلى الله عز وجل وستقربك من مولاك. بعد ذلك أي بعد صلاة الصبح وبعد ركعتي الفجر بعد أداء ركعتي الفجر وإقامة صلاة الصبح في جماعة المسلمين، قد ذكرت لي ولك الحديث الذي يبشر كل جالس في مصلاه يذكر الله، فبرنامجك الآن أن تحافظ على الورد الذي سبق لك ذكره، ثم أن تمرن نفسك بأذكار تظل إن شاء الله في شهرك وفي أيامك المقبلة كلها من عمرك محافظا على هذه الأوراد، فمن هذا الشهر المبارك ستنطلق إن شاء الله في حياة أخرى جديدة. فإذا كنت غافلا فهذا إبان التذكير للنفس، وإذا كنت متثاقلا عن الأذكار والأوراد فهذا إبان إحياء النفس، وهذا إبان إحياء القلب بهذه الأذكار وبهذه الأوراد. ثم حين تريد أن تنطلق إلى حياتك العامة في أرض الله لتسبح يومك في أرزاقك، في التماس رزقك، سواء كان صناعة أو تجارة أو وظيفة أو غيرها، فإنك تنطلق انطلاقة فيها الإخلاص لله رب العالمين، وفيها نية عمران أرض الله ونية السعي على النفس وعلى العيال، فيكون سعيك الذي تتقلب فيه طول يومك يكون عبادة لله رب العالمين، فلا تتحرك حركة إلا وأنت في إطار هذه العبادة. فإذا أردت أن تخرج من بيتك خرجت بالنية الصالحة حتى تكون ممن خرج لله، أي خرج من بيته مهاجرا لله، ومن خرج من بيته مهاجرا لله فكأنه في جهاد متواصل طول يومه، وحركاته كلها انقلبت من العادة إلى العبادة، فهذا أوان التربية وتحويل النفس وتحويل القلب وتحويل السعي إلى الله. حول أخي سعيك إلى ربك، حولي أختي سعيك إلى مولاك، فحركاتك في داخل بيتك إن شاء الله تتحول بالنية الصالحة إلى عبادة، فما تفعليه في بيتك من طبخ ومن تصبين ومن تغسيل ومن تنظيف ومن تأثيث، كل ذلك ستحولينه إلى عبادة لربك، فيكون سعيك بتوفيق الله تعالى سعي عبادة وليس سعي عادة. وهكذا أخي المؤمن تحول سعيك كله إلى سعي عبادة بدلا من كونه سعي عادة، فتنوي وأنت منطلق ألا تأكل إلا حلالا، وأن تعزم على ألا تأخذ من الأرزاق في يومك هذا إلا الحلال الطيب لتستعين به على طاعة الله. فهذه نية ينبغي أن تحضرها قبل الانطلاقة. أحضر سعيك الذي ستقوم به في يومك، وأحضر نيتك وأنك تريد أن تأكل من رزق الله الحلال الذي
سيهيئه لك ربك سبحانه وتعالى بنيتك الصالحة التي قصدت بها وجه الله. فالأرزاق مقدرة ومهيئة، وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الكون بخمسين ألف سنة. فالتمس رزقك يا أخي بالحلال الطيب، واسمع إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو نعيم وغيره، حيث يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته. استحضر هذا الحديث الشريف لتنطلق منه إلى الرزق الحلال، ولا يحملنك استبطاء الرزق حين تفتح متجرك أو حين تفتح مصنعك على أن تستعجل رزقك عن طريق الكذب أو عن طريق الغش أو عن طريق التدليس أو عن طريق الرشوة. يا أيها الموظف، فاعلم أن رزقك مكتوب لك، فلا تستعجله بالمعصية، فاطلبه بطاعة الله ليكون لك عونا على طاعة الله وليتقبل الله تعالى صومك. وهنا سنتعرف على صيام بقية الجوارح من هذه الانطلاقة التي حددناها الآن فيما ذكرته لك، وفي الحلقة التالية ننطلق إن شاء الله بهذا الصيام الجامع الذي اجتمع فيه كل الجوارح على صيام مرفوع ومقبول ومقصود به وجه الله تعالى والدار الآخرة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل صيامنا في هذا الشهر مقبولا يرفعنا الله به سبحانه وتعالى إلى مقام الأصفياء الأتقياء، ويجعلنا به ممن غفر الله ذنبه وممن ستر الله عيبه وقربه إليه، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.